وانتم بخير. وانت بألف خير. انتم وعوائلكم ان شاء الله. الله يخليك الله يسلمك. شاكركم لحضوركم اليوم وعملكم في يوم العطلة. الله يخليك سيدي. هذا انجاز، هذا المشروع عراقي تم تصميمه بعقول عراقية المرحومة زاه حديد، والعمل به راح يكون بأيادي عراقية. يأديكم التاريخ سوف يدخلكم بكل خير. مهتمين بشريحة العمال. وجهنا وزارة العمل على العمل على تحديث القوانين فيما يخص حقوق العمال في القطاع الخاص لكي نضمن حقوقهم في المستقبل. العراق اليوم بحركة عمرانية، بدينا مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية لكي ننطي فرصة للاستثمار الداخلي والخارجي حتى عمال العراق يحصلون على فرصة حقيقية في المساهمة والعمل. بكل تأكيد هاي فرصة تساهمون في بناء بلدكم. اليوم انتم مريتوا بظروف صعبة كلها، ان شاء الله نعبرها ونبني مستقبلنا سوية. كل شعوب العالم المتطورة تفتخر بعمالها، واحنا كذلك نفتخر بكم بطاقاتكم، وسوف تفتخرون بالمستقبل المبارك من تنتهي هذه العملية من بناء هذا الصرح. لكل انطلاق لعملية نهضة وبناء في العراق راح تفتخرون انتم وابنائكم واحفادكم بنا وابانا عملوا ببناء هذا الصرح. اتمنى لكم كل توفيق، شدوا حيلكم، هاي مشروعية تاريخية لا تستهانون بها. دوركم مو دور صغير، دور كبير جدا، كل واحد عنده مسؤولية. مرينا بمعاناة طويلة يجب ان نعبرها سوية ان شاء الله. كل عام وانتم بخير مرة ثانية.